اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 3 في يونت 3 اللي بعنوان الفاكتورز. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس المهمه اللي هنتعلم فيها حاجه جديده. اليونت كلها بدايه من المالتيبلز والديفيزابيلتي يونت مهمه قوي وفيها معلومات حلوه كتير. الدرس بتاعنا النهارده هيبقى سهل جدا للي حافظين التايمز تيبل. اللي مش حافظين التايمز تيبل هيبقى الدرس صعب عليهم، فلازم تحفظوا التايمز تيبل قبل ما تشوفوا الدرس ده. طيب نيجي نبدأ مع بعضنا الليسون. يعني ايه كلمة فاكتورز؟ لما اجي اقول لك ال 8 equal 1 times 8، ال 1 ده بنسميه فاكتور وال 8 بنسميه فاكتور. طيب لما اجي اقول ان ال 8 بت equal 2 times 4، ال 2 بنسميها فاكتور وال 4 برضو بنسميها فاكتور. طب الايد ده بنسميه ايه؟ الايد ده بنسميه البرودكت. ده بنسميه البرودكت. يعني لما الفاكتور يتعمل له تايمز مع فاكتور تاني يديني الايه؟ البرودكت. طيب ال1 تايمز ايه دي كلها بنسميها ايه؟ بنسميها الفاكتور بير. بير يعني ايه؟ بير يعني اتنين مع بعض او زوج. يبقى انا عندي فاكتور بير وعندي ال2 تايمز 4 انذر فاكتور بير. طب السؤال هيجي لنا ازاي؟ هيقول لنا كده وات ار ذا فاكتورز اوف ال8، مين هم الفاكتورز بتوع ال8؟ نجاوب نقول له ايه؟ نقول له الفاكتورز بتوع ال8 1 وال8 وال2 وال4 اللي هم كل الحاجات اللي بيتعمل لهم تايمز مع بعض يدوني الايه؟ يدوني ال8. هو ده يعتبر الدرس بتاعنا. يجي لنا نمبر ونشوف الفاكتورز بتوعه، يعني نشوف في التايم تيبل ايه كل البيرز اللي يدوني الايه النمبر ده. طب ناخد اكزامبل مع ال12. بيقول لي ايه؟ ليست اول ذا فاكتورز اوف ال12. يعني ال12 بتجي لي منين من التايمز تيبل؟ اولا هنتفق مع بعضينا على حاجه سهله قوي. في عندي بير سهل، ايه هو؟ 1 times the number itself. يعني انا عندي ال 12 لما اقول لك اديني الفاكتورز بتاعتها اول حاجه تيجي في دماغك ال 1 وال 12 على طول. دي في كل الايه؟ في كل النمبرز اللي هتجي لنا. طب ايه تاني؟ هي ال 12 دي يا اولاد مش اولها ايفن اللي هو 2؟ اه اولها 2، يبقى لازم 2 تايمز حاجه. لازم اروح ابص في تيبل 2 افتكر كده ال 12 كانت بتيجي 2 تايمز ايه؟ 2 تايمز 6. طيب ال 12 موجوده في تيبل 3؟ موجوده. 3 تايمز كام؟ 3 تايمز ال 4. طيب نيجي ناخد ال 4، 4 تايمز كام يديني 12؟ 4 تايمز 3. الاقي نفسي دول انا مكررهم فين؟ مكررهم هنا. يبقى ما ناخدوش، ما بنكررش الفاكتورز. طيب تيبل 5، هل تيبل 5 فيه 12؟ مفيش. طب تيبل 6 فيه 12؟ اه 6 كام؟ 6 تايمز 2. بس 6 تايمز 2 احنا واخدينها هنا، هنا 2 تايمز 6 لان الفاكتورز هنا هم الفاكتورز هنا فما بنكررش. يبقى اول ما تلاقي الفاكتور بيتكرر معاك نوقف السيرش او ان احنا ندور في التيبلز دي. يبقى ال 12 ليها كام فاكتور بيرز؟ ادي 1 2 3، في عندي 3 فاكتور بيرز. يعني التايم تيبلز كلها لما نيجي نبص كام حاجه تديني 12 نلاقيهم ثلاثة بس. طيب مين هم بقى الفاكتورز اللي هنكتبهم في الإجابة؟ هنكتب دول ال1 وال12 وال2 وال6 وال3 اند الايه؟ اند ال4. يبقى سو النمبرز 1 و12 و2 و6 و3 اند 4 ار ذا فاكتورز اوف ال12. طيب لو حبينا نكتبهم بالترتيب نكتبهم ازاي؟ نكتبهم كده 1 2 3 4 5 6، ننزل كده ونطلع كده. تعالوا نشوف مجموعة ريماركس مهمة قوي. أول حاجة any number is a multiple of each of its factors. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا قلت مثلا 2 times 5 equal 10، ده معناها إيه؟ يبقى 10 multiple لل 5. يبقى 10 عبارة عن تكرار من تكرارات ال 5، وكذلك ال 10 يبقى multiple لل 2. يبقى أي product is a multiple of the factors بتوعه. يعني لو كررت ال 2 5 times اوصل لل 10،
ولو كررت الفايف تو تايمز اوصل برضو للتن. ايه كمان؟ اي نمبر عندي ديفيزيبل باي الفاكتورز بتوعه، ودي قلناها من شويه. يعني مثلا ال 12 هيكون ديفيزيبل باي ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 6 اند 12. طيب ايه تاني مهم لازم نعرفه بيجي لنا كتير في الكومبليت؟ ال 1. ال 1 فاكتور لكل النمبرز، لان احنا قلنا ان اي نمبر في الدنيا اول فاكتور بيرلي 1 تايمز النمبر اتسلف. طب ايه كمان؟ each number except zero is factor of itself. يعني اي نمبر يعتبر فاكتور لنفسه. ازاي فاكتور لنفسه؟ لان اول مالتيبل هو النمبر نفسه، وبالتالي هو فاكتور لنفسه. طيب ايه تاني؟ كل النمبرز ما عدا الزيرو ار فاكتورز اوف زيرو. يعني ايه فاكتورز اوف زيرو؟ كل النمبرز فاكتورز اوف زيرو، دي افهمها ازاي؟ نفهمها كده، يعني لما اجي اقول لك مثلا الزيرو مش بيكوال 1 تايمز زيرو، والزيرو بيكوال 2 تايمز زيرو، والزيرو بيكوال 10 تايمز زيرو، والزيرو ايكوال مثلا 99 تايمز زيرو. اي نمبر احطه في الدنيا تايمز زيرو هيديني ايه؟ هيديني زيرو. يبقى الفاكتورز بتوع الزيرو مين؟ ال1 وال2 وال3 وال4 واللي واللي وال10 وال99، يعني كل النمبرز، كل النمبرز فاكتور. بس خدوا بالكم الزيرو لازم يبقى فيه من الفاكتورز زيرو. الزيرو ما بيطلعش ابدا الا لما يكون واحد من التو فاكتورز زيرو. طيب هنا ايه تاني؟ الزيرو is not a factor of any number. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا اقول لك 5 equal a by a ويكون فيها هنا زيرو ابدا، مستحيل. يعني اي نمبر في الدنيا ما ينفعش يكون احد الفاكتورز بتوعه ايه؟ زيرو. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي كومبليت ازنز اكزامبل. هنتفق التيبل يتراجع، يعني قبل ما نبدا دلوقتي راجعوا التيبل، واللي مش حافظ يحفظه على الاقل تيبل 2 و3 و4 نبقى حافظينهم صم، لان تيبل 5 كده كده سهل. نبدا مع بعضينا الاكزامبل. بيقول لي ال 15 ايه هي الفاكتورز بتاعتها؟ عشان اعرف لازم اشوف كل البيرز اللي بتديني 15. قلنا اول حاجه 1 تايمز النمبر، ده اساسي، ده اول اود. ينفع مع 2؟ ما ينفعش. طيب بالنسبه لل 3 3 تايمز 5. طبعا ال 4 ما فيش، وطالما هقول تيبل 5 ال 5 ظهر عندي يبقى ما كملش، يبقى هم دول بس. يبقى الفاكتورز ار 1 و 3 و 5 و 15. يلا ال 14 1 تايمز ايه؟ اول بير على طول لازم ال 1 تايمز النمبر اتسيلف، يبقى 1 تايمز ال 14. وبعد كده 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 7. هو بيساعدني هنا، يعني هو بيقول لي انت هتلاقي بس عندك 2 بيرز بس، يعني 4 فاكتورز. سو ذا فاكتورز اوف النمبر 14 ار ايه؟ ناخدهم كده 1 2 7 14. يبقى 1 2 7 اند 14. يلا اللي بعد كده 16. هو هنا بيقول لي هتلاقيهم 3، يبقى 1 تايمز 16. ايه تاني؟ 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 8. ال 3 ينفع؟ لا ما فيش. طب 4؟ تيبل 4 4 تايمز 4. اول ما اوصل لبير في التو نمبرز زي بعض اقف على طول، مش هلاقي حاجه بعديها، لان هو اتكرر هنا. يبقى الفاكتورز كام فاكتور عندي؟ عندي المره دي اللي هم مين؟ 1 و2 اهو ماشيين كده، اهو نمشي كده ونطلع كده. و4 ناخد بالنا بقى الفور ما بكررهاش، ما بقولش 4 و4، لا باخدها مره واحده بس. و8 اند 16. يلا اللي بعد كده ال 36. احنا شايفين كتير، معنى كده ان ال 36 ده موجود في تيبلز كتيره. اول حاجه 1 تايمز ايه؟ 36. سهل قوي. 2 تايمز كام؟ يديني 36. طب ليه احنا اخترنا 2؟ عشان اولها ايه يا اولاد؟ اولها ايفن. طيب احنا مش عارفين، يبقى نعمل ديفيجن. الديفيجن من الليفت 3
ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 1. ويتبقى كام؟ ويتبقى 1، نحط ال 1 جنب ال 6 كده تبقى 16. 16 ديفايدد 2 يديني 8. ممكن حد يقول لي يا مستر انا مش عارف جت ازاي، هقول له هتضطر تعمل لونج ديفيجن، تعمل كده 36 ديفايدد 2 وتعمل تيبل 2، 2 تايمز 1 ايكوال 2، 2 تايمز 2 ايكوال 4، وال 2 تايمز 3 ايكوال 6. 3 ديفايدد 2 ايكوال كام؟ ال 3 موجوده فين؟ موجوده هنا بتوين ال 2 وال 4، يبقى ناخد اللي فوق ده نحطه تحت وناخد الفاكتور ده نحطه فوق ونعمل ماينس 3 ماينس 2 از 1 وال 6 تنزل. ها 16 ديفايدد 2 يديني كام في تيبل 2؟ 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 8، يبقى هنا 16 ونعمل ماينس 0 0 وخلصت معايا المساله. طيب هل ال 36 في تيبل 3؟ اه 3 تايمز 12. طب تيبل 4 موجوده؟ موجوده 4 تايمز 9 اللي حافظين التيبل. تيبل 5 موجوده؟ لا ال 5 لازم يكون اولها يا 0 يا 5. طب تيبل 6 اه مشهوره قوي 6 تايمز ايه؟ 6 تايمز 6. طالما وصلت لبير التو فاكتورز زي بعض خلاص نقف. طيب مين هم الفاكتورز؟ 1 و2 و3 و4 و6 و9 و12 و18 و36. يبقى 1 و2 و3 و4 و6 و9 و12 و18 and 30 كام؟ 36. يلا اللي بعد كده 56. ها اول حاجه ايه؟ 1 تايمز 56 على طول. طب ينفع مع 2؟ اه ينفع مع 2. ليه؟ عشان اولها ايفن، يبقى 2 تايمز حاجه. طب 2 تايمز كام؟ نعمل لونج ديفيجن 56 ديفايدد 2. 5 ديفايدد 2 يديني كام؟ مين اقرب حاجه لل 5 في تيبل 2؟ اقرب حاجه لل 5 4. طب بتيجي منين 2 تايمز 2؟ يبقى نحط هنا 2، يبقى هنا ايه؟ 4. نعمل ماينس 5 ماينس 4 يديني 1. نبرينج داون ال 6، ننزل ال 6. 16 ديفايدد 2، 2 تايمز كام يديني 16؟ 2 تايمز 8. يبقى هنا 8 تايمز 2 يبقى ب 16 ونعمل ماينس خلاص 0 0. يبقى انا عندي 2 تايمز 28. طيب تنفع على ال 3؟ نشوف ال 5 وال 6 يديني 11. يبقى ما تنفعش على 3. طب تنفع على 4؟ نشوف نعمل كده 56 ديفايدد 4. 5 ديفايدد 4 يديني 1. 1 تايمز 4 يديني 4 ويبقى كام؟ يبقى 1 وال 6 تنزل. 16 ديفايدد 4، 4 باي 8 يديني 16. 4 تايمز 4 يبقى هيديني هنا 16. نعمل ماينس 0 0. يبقى انا عندي 4 تايمز 14 ايكوال 56. يبقى هنا 4 وهنا 14. هل ال 5 ينفع؟ لا. هل ال 6؟ لا، مفيش في تيبل 6 كده. طب ال 7؟ هل ال 7؟ اه 7 تايمز كام؟ 7 تايمز ال 8. طيب ينفع ناخد ال 8؟ لا، ال 8 ظهرت هنا يبقى ما ناخدهاش. طالما الفاكتور اتكرر معايا في الناحيه الثانيه ما ناخدوش. يبقى مين هم الفاكتورز؟ 1 2 4 7 8 14 28 56. يبقى انا عندي هنا 1 2 4 7 8 14 28 and 50 كام؟ 56. اكسرسايز 2 بيقول لي complete as in the example. هنا ال 18 بتيكوال 1 تايمز ال 18 وبتيكوال 2 تايمز ال 9 وبتيكوال 3 تايمز ال 6. واضح جدا ان لازم التيبل يكون محفوظ كويس. طيب يبقى الفاكتورز عباره عن ايه؟ 1 و2 و3 و6 و9 و18 زي اللي فاتت بالظبط، بس هنكتبها هوريزونتال. طب ال9 1 وكام؟ 1 تايمز ال9. وايه تاني؟ 3 تايمز 3. يبقى الفاكتورز عباره عن ايه؟ عباره عن 1 و3 اند 9. طبعا ما بنكررش، ما بنقولش 3 و3. يلا 24 1 تايمز ايه؟ 1 تايمز 24. 2 تايمز ايه اديني 24؟ تمام 2 تايمز 12. ها مين الشاطر اللي هيقول لي 3 تايمز كام؟ مشهوره قوي 3 تايمز 8.
طيب و4 تايمز كام؟ و4 تايمز 6. شفتوا بقى ال 24 بتيجي منين؟ عايزين بقى نحفظ الحاجات دي. كل الكلام ده لازم يتحفظ صم، لان بعد كده الحاجات دي هتتكرر كتير. طيب الفاكتورز ار ايه؟ 1 و2 و3 و4، نرجع بقى مره ثانيه، و6 و8 و12 و24. يبقى 1 و2 و3 و4 و6 و8 و12 and 24. يلا ال 42 1 تايمز كام؟ 42. 2 تايمز كام؟ نعمل عمليه ديفيجن، 4 ديفايدد 2 يديني 2، و2 ديفايدد 2 يديني 1، يبقى 2 تايمز 21. طيب 3 تايمز كام؟ احنا عارفين ان 3 تايمز 12 ايكوال 36. لو زودنا 3 تبقى 39، نزود كمان 3 تبقى 42. يبقى ال 12 كررنا كم مالتيبل بعديها؟ 2 مالتيبلز اوفر ال 12 يبقى 3 تايمز ال 14. 6 تايمز كام؟ 6 تايمز ال 7. يبقى الفاكتورز عندي عباره عن ايه؟ 1 و2 و3 و6 و7 و21 and 42. يلا اللي بعديها ال 88. 1 تايمز كام؟ 88. خلاص حافظين بقى، لازم يكون ال 1 تايمز النمبر اتسلف. 2 تايمز كام؟ هنا 88 يبقى 2 تايمز 44. طيب 4 تايمز كام؟ 22. نعمل كده 8 ديفايدد ال 4 يديني 2، وال 8 الثانيه ديفايدد ال 4 يديني 2. طيب 8 تايمز كام؟ هما مش ال 2 ديجيتس زي بعض؟ اه زي بعض، يبقى لازم تايمز 11. يبقى الفاكتورز ار ايه؟ 1 و2 و4 و8 و11 و44 and ال 88. يلا اللي بعديها ال 100. 1 تايمز 100، 2 تايمز 50، 4 تايمز 25. عايزين نحفظ الكلام ده. 5 تايمز كام؟ 5 تايمز 20 و10 تايمز 10. يبقى الفاكتورز عبارة عن ايه؟ 1 و2 و4 و5 و10 ما نكررهاش و20 و25 و50 and ال 100 itself. هنا 120، هنا هنلاقيهم كتير قوي، يبقى 1 تايمز 120، 2 تايمز ال 60، 3 تايمز ال 40، 4 تايمز ال 30، 5 تايمز كام؟ نعمل ديفيجن، 12 ديفايدد ال 5 اقرب حاجه اوصل لها ال 10، بتيجي من ال 2 تايمز 5 يديني 10، يبقى كام؟ يبقى 2. نحط ال 2 جنب الزيرو هنا تبقى 20، 20 ديفايدد ال 5 يديني 4. 6 تايمز كام؟ 20. ما ينفعش ال 7. 8 تايمز كام؟ تعالوا نشوفها، 12 ديفايدد 8 يديني 1، ويبقى كام عشان اوصل لل 12؟ يبقى 4. نحط ال 4 جنب الزيرو تبقى 40، 40 ديفايدد 8، ها 8 تايمز كام يديني 40؟ 5. و10 تايمز كام؟ 12. كتير قوي الفاكتورز دول. يبقى انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 8، وبعد كده عندي ال 10، وناخدهم بقى ايه واحنا راجعين، 12 15، بعد كده 20 24 30 40 60 and 120. طيب يلا بعد كده بيقول لي كومبليت. ال 3 is one of the factors of the numbers ايه؟ نعملها ازاي؟ هو 3 times 1 بكام؟ ب 3. يبقى لازم 3 تكون factors لل 3. 3 تايمز 2 يديني 6. طيب 3 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 9. يبقى ال 3 دي فاكتور لل 3 وفاكتور لل 6 وفاكتور لل 9. هنا ال 5 is one of the factors of the numbers ايه؟ يعني ال 5 دي ممكن تكون فاكتور لايه؟ نحط اي 3 numbers جايين من 5 تايمز حاجه. نقول مثلا 5 تايمز 2 يديني 10، 5 تايمز 3 15، 5 تايمز 4 20. كل الكلام ده ال 5 داخله فيهم as a factor. ال 6 is one of the factors of the numbers ايه؟ نقول مثلا 12 18 24
طيب ال 1 is one of the factors of the numbers ايه؟ اي حاجه 2 3 4. لو اخترت اي نمبر ال 1 يشتغل معاها فاكتور. نيجي نشوف اكسرسايز 4، بيقول لي كومبليت ويز is a factor of or is not a factor of as in a. هنا ال 3 is not a factor of ال 17. طب هنعرف ازاي؟ احنا قلنا ان البرودكت بيبقى divisible over الايه؟ الفاكتور او multiple لي. طيب ال 4 دي فاكتور ولا نوت فاكتور بالنسبه لل 32؟ هي مش ال 32 في تيبل 4؟ 4 تايمز ال 8، يبقى على طول ال 4 is a factor of ال 32. يلا ال 22 مش موجوده في تيبل 11؟ موجوده، يبقى ال 11 is a factor of ال 22. ال 1 احنا قلنا ال 1 فاكتور لاي حاجه، يبقى is a factor لان النمبر ده بي equal 1 times itself. هنا 914 ايه علاقتها بال 914؟ فاكتور ليها لان 914 equal 1 times 914، يبقى is a factor. ال 2 وال 67 ناخد بالنا ان ال 7 دي اود وما ينفعش حاجه اولها اود تبقى divisible over ال 2، وبالتالي مستحيل ال 2 تبقى فاكتور ليها، يبقى is not a factor. يبقى ال 2 is not a factor of ال 67. يلا ال 3 فاكتور لده ولا لا؟ طب لو هو فاكتور ليه يبقى ده divisible by 3. يلا نشوف الرول بتاعه ال divisibility by 3. 1 بلس 5 6 بلس 3 9. وال 9 في تيبل 3، يبقى ال 3 از ا فاكتور اوف الايه 153. هنا ال 5 وهنا حاجه اولها 5، يبقى لازم ده ديفيزبل عليها، لازم، يبقى ال 5 از ا فاكتور. هنا الزيرو ينفع الزيرو يبقى فاكتور للنمبر؟ يعني 0 تايمز حاجه ينفع تديني ده؟ مستحيل، ده 0 تايمز اي حاجه تديني 0، يبقى 0 از نوت ا فاكتور. اوف ال 530 ال 13 اند 156، عايز اعرف فاكتور ولا لا؟ نجرب نعمل ده ديفايد ده. 15 ديفايدد 13 يديني كام؟ ال 15 فيها كام 13؟ فيها 1. طيب نكاونت قد ايه بعد ال 13 عشان اوصل لل 15؟ 14 15، هنكاونت 2، يعني عندي ريميندر اوف 2. يتحط فين ال 2 ده؟ يتحط بسايد ال 6 كده جنب ال 6، تبقى 26 ديفايدد 13 يديني 2. يبقى ده ديفيزبل باي ده، يبقى على طول ال 13 از ا فاكتور of ال 156. نيجي اللي بعد كده بيقول لي match from A to the suitable answer in B. عايزين نوصل ال 66 فاكتور ال A وال A. اولا 66 طالما ال 2 digits زي بعض لازم يكون فيهم 11، وانا شايف هنا 11 اهو. 2 of its factors are 3 و 11، ده divisible by 3؟ يبقى فعلا نوصل ده بده كده. 56 احنا عارفينها تيجي 7 times 8، وايه كمان؟ هنا 2 of its factors are 4 و 7. طب ال 7 ماشي، نجرب كده ال 4. 5 divide 4 يديني 1، ويبقى 1 بسايد ال 6. 16 divide 4 يديني 4، تنفع 14. يبقى فعلا ال 4 وال 7 factors لمين؟ لل 56، يبقى ده مع ده. 25 سهل قوي، 1 و 5 و 25. 5 و 3 are 2 factors لمين؟ لل 75، عشان اولها 5 يبقى تمشي مع ال 5، و7 بلس 5 12 يبقى برضك divisible by 3، يبقى ال5 وال3 factors الايه؟ لل75. هنا ال1 is a factor of all numbers. طيب نيجي بعد كده put correct for correct و wrong for the incorrect one. 3 and 7 are factors of 63. هي 7 times كام يديني 63؟ 7 times 9. عايزين بقى نحفظ التيبل. طيب
عايزين نعرف ال 63 divisible by 3 or not. طيب 6 plus 3 equal 9 وال 9 في تيبل 3 يبقى تشتغل مع دي ودي، يبقى الاثنين دول فاكتورز لل 63 يبقى ده كده صح. هنا all the factors of 18 2 و3 و6 و9 و18 غلط طبعا. فين ال 1؟ ال 1 مش مكتوب، المفروض يبقى عندي 1 و18 و2 و9 و3 و6. هنا طبعا ال 1 مش مكتوب، بنعمل غلط. اللي بعديها all the factors of ال 14 1 و2 7. الله، امال فين النمبر itself؟ لما يقول لي factors of 14 انا متوقع اشوف ال 1 واشوف ال 14، وهنا انا متوقع اشوف ال 1 واشوف ال 18. اي حاجه مش موجوده نعمل غلط على طول. هنا all the factors of 20 are a، ال 1 موجوده وال 20 موجوده. طيب 2 و10 و4 و5 مظبوط. هنا النمبر 7 has only two factors، صح. مين هما؟ ال 1 تايمز ال 7 يديني 7، يعني ال 2 factors عندي ال 1 وال 7. النمبر 40 has only two factors؟ لا طبعا، ان هو عندي 1 و40 ده اول ايه؟ اول بير، وعندي ده ايفن، يبقى لازم يكون 2 تايمز حاجه. 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 20، وعندي 5 تايمز 8، عندي حاجات كتير قوي، يبقى ده غلط. اكسرسايز 7 بيقول لي write the factors of each of the following numbers. هنا الفاكتورز عايز كل الفاكتورز. طبعا اللي حافظ التيبل هيلاقي الدنيا سهله، اللي مش حافظ التيبل هيغلط كتير ومش هيعرف يحل كويس. طيب الفور عباره عن ايه؟ الفور بتيجي منين؟ بتيجي 1 تايمز 4 وبتيجي من ال 2 تايمز ال 2. يبقى الفاكتورز عباره عن ايه؟ 1 و2 وايه؟ و4. ال 7 ال 7 ما فيش بس غير هم 2 فاكتورز، ال 1 والايه؟ وال 7، عشان ال 7 ما بتجيش الا من 1 تايمز 7 بس. طب ال 11 برضه ما بتجيش الا من 1 تايمز 11. يبقى انا عندي الفاكتورز 1 وايه؟ و 11. ال 14 لا، ال 14 بتيجي من 1 تايمز 14 وبتيجي من 2 تايمز 7. يبقى الفاكتورز عباره عن 1 و2 و7 و14. طب ال 28؟ ال 28 عباره عن 1 تايمز 28. طيب ينفع 2 تايمز حاجه؟ اه، لان اولها ايفن. طب 2 تايمز كام؟ 14. طيب تنفع مع ال 3؟ لا. تنفع مع ال 4؟ اه تنفع مع ال 4. 4 تايمز كام؟ تايمز 7. يبقى انا عندي 1 و2 و4 و7 وايه كمان؟ و14 و28. نيجي اللي بعد كده 36. 36 وال 48 بيبقوا كتير قوي. اولا عندي 1 تايمز 36 وتمشي مع ال 2، 2 تايمز ال 18، وتمشي في تيبل 3 تايمز 12، وفي تيبل 4 4 تايمز 9، وفي تيبل 6 6 تايمز الايه؟ ال 6. كل دول يبقى انا عندي 1 و2 و3 و4 و6 و9 و12 و18 و36. يعني لازم دول عشان اشتغلهم لازم اعمل البيرز، ما ينفعش اعملها كده بدماغي، لازم اكتب كل البيرز. يعني ال 26 لازم اقول كده عباره عن 1 تايمز 26، وايه كمان؟ اولها مين؟ اولها ايفن، يبقى 2 تايمز حاجه. 2 تايمز كام؟ 13. طب ينفع 3 تايمز حاجه؟ لا. 4 تايمز حاجه؟ لا. واحنا ماشيين مش هنلاقي، يبقى 1 و2 و13 و26. نيجي هنا 38. 1 تايمز 38 اولها ايفن، يبقى 2 تايمز حاجه. 3 تايمز 2 يديني 1، نحط ال 1 جنب ال 8 اللي هي متبقيه يبقى 18. 18 ديفايد 2 يديني 9. طيب مش هتيجي معانا في التيبل تاني في اي حاجه، يبقى 1 و2 و19 و38. طب يلا ال 48، ال 48 دايما بتبقى كتير قوي، ليها فاكتورز كتيره. اولهم 1 تايمز 48 لازم اكتبهم كلهم. 2 تايمز 24 موجوده في تيبل 3، موجوده لان انا عندي ال 4 وال 8 الاثنين 12 في تيبل 3. يبقى 3 تايمز كام؟ 4 ديفايدد 3 يديني 1، ويبقى كام؟ يبقى 1 جنب ال 18 ديفايدد 3 يديني 6. و4 تايمز 12 و6 تايمز الايه؟ تايمز ال 8. يبقى انا عندي 1 و2 و3 و4 و6 و8 و12 و16 و24 و48. اللي بعد كده 54، اولا 1 تايمز ال 54 اولها ايفن، يبقى 2 تايمز حاجه. 2 تايمز كام؟ 5
5 ديفايدد 2 يديني 2 ويبقى 1 عشان اوصل لل 5، احطه جنب ال 4 تبقى 14 ديفايدد 2 يديني 7 يبقى 2 تايمز 27. ايه كمان؟ تمشي على ال 3 ال 5 وال 4 يديني 9، ال 9 في تيبل 3 يبقى 3 تايمز حاجه تشتغل. 3 تايمز ايه؟ نعمل ديفيجن 5 ديفايدد 3 يديني 1 ويبقى 2 جنب ال 4 تبقى 24 ديفايدد 3 يديني 8. ها تمشي مع ال 4؟ لا مش هتمشي مع ال 4، تمشي مع ال 5؟ لا مع ال 6. 6 تايمز كام؟ 6 تايمز 9. يبقى مين هما؟ ال 1 وال 2 وال 3 وال 6 وال 9 وال 18 وال 27 وال 50 ايه؟ 54. طيب يلا ال 64. يبقى عندي 1 تايمز 64 و2 تايمز ايه؟ 32. تمشي مع ال 3؟ لا ان الاثنين دول 10. تمشي مع ال 4؟ نشوف 4 تايمز ايه؟ 6 ديفايدد 4 يديني 1 ويبقى 2. 24 ديفايدد 4 يديني 6 يبقى 4 تايمز 16. مع ال 5 لا، مع ال 6 لا، مع ال 7 لا، مع ال 8 8 تايمز 8. وطالما الفاكتور بير متكرر يبقى انا وقفت. يبقى انا عندي هنا 1 و 2 و 4 و 8 ما نكررهاش. 16 32 64. يلا هنا 75 على طول نقول 1 تايمز 75. ما ينفعش على ال 2، طب ينفع على ال 3؟ 7 و 5 يديني 12 يبقى في تيبل 3. 3 تايمز كام؟ نعمل ديفيجن 7 ديفايدد 3 يديني 2. 2 تايمز 3 ب 6 يبقى كام عشان اوصل لل 7؟ يبقى 1، نحطه جنب ال 5. 15 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 5. تمشي مع ال 4؟ لا، مع ال 5 دي اولها ايه؟ اولها 5. 5 تايمز كام؟ 7 ديفايدد 5 يديني 1 ويبقى هنا 2. 25 ديفايدد 5 يديني 5. ومفيش فاكتورز تاني، يبقى انا عندي هنا 1 و 3 و 5 و 15 25 and 70 75. يلا هنا complete the following table. النمبر 3 الفاكتورز بتوع مين؟ 1 و 3. النمبر اوف اتس فاكتورز ليه كام فاكتور؟ ليه 2. طب يلا ال 12 مين الفاكتورز بتوعه؟ كان في اول الليسون خالص اللي هي 1 تايمز كام؟ 1 تايمز 12 وال 2 تايمز ال 6 وال 3 تايمز الايه؟ تايمز ال 4. يبقى ليه كام فاكتورز؟ ليه 6. طيب ال 16 مين هم؟ 1 تايمز 16 يعني ال 1 وال 16 وايه كمان؟ 2 تايمز ال 8 يبقى ال 2 وال 8. مين كمان؟ ال 4 وال 4. يبقى ال 16 ليها كام فاكتورز؟ ناخد بالنا في واحد متكرر يبقى نكتب 5 ما نقولش 6. طيب نيجي هنا هو عايز النمبر، سهل قوي، النمبر يبقى اكبر ايه؟ اكبر فاكتور ان هو هيمشي مع 1. يبقى هنا بنتكلم عن ال 28. عدد الفاكتورز بتوعه كام؟ 1 2 3 4 5 and 6. يبقى مفيش حاجه متكرره. طيب هنا مين النمبر اكبر فاكتور اللي هو ال 30؟ كام فاكتورز؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يلا اللي بعديها تشوز ذا كوركت انسر بتوين براكتس. ال 5 فاكتور لمين؟ لازم حاجه تكون ديفيزابل باي ال 5 يبقى طبعا ال 50. ال 3 فاكتور لمين؟ لازم حاجه السم اوف الديجيتس ديفيزابل باي الايه؟ باي ال 3 او في تيبل 3. 5 و 3 يديني 8 مش في تيبل 3. 1 و 6 7 و 3 يديني 10 ما ينفعش. 3 و 5 8 و 4 12 هي دي، لان اكيد دي هتيكوال 3 تايمز حاجه. هنا ال 2 فاكتور لايه؟ ال 2 فاكتور لاي حاجه ايفن. هنا اود، هنا اود، ده ايفن يبقى نختار ده. ال 2 اند 5 ار ذا فاكتورز اوف ايه؟ فاكتورز الحاجه اولها زيرو، لان احنا قلنا ال 2 5 مالتيبل لايه؟ لحاجه اولها زيرو اللي هو ده. 2 و 3 ار فاكتورز اوف ايه؟ فاكتور لحاجه ايفن والسم اوف ديجيتس موجودة في تيبل 3. يبقى أولا ما ينفعش أخد ده عشان أوله أود. تعالوا نجرب ده. 7 و 3 10 ومعاهم 6 16. 16 مش موجودة في تيبل 3 يبقى ما ينفعش أخد ده. يلا نجرب. 9 و 3 12 بلس 6 18. ال 18 فعلا موجودة في تيبل 3 يبقى ده يشتغل 3 تايمز حاجة و 2 تايمز حاجة. يبقى ال 2 و 3 لازم يكونوا فاكتورز لمين؟ ليه؟
هنا بيقول لي the number 11 has not factors. has كم factor number 11؟ احنا عارفين ان 11 بتيكوال 1 تايمز ايه؟ تايمز 11. دول كم فاكتورز دول؟ دول 2، يبقى has 2 factors. بيسأل هنا على عددهم. هنا النمبر 36 has كم فاكتورز؟ لازم نكتب كل البيرز. 1 تايمز 36، 2 تايمز 18، 3 تايمز 12، 4 تايمز 9، و 6 تايمز 6. كلهم كام؟ 1 2 3 4. خدوا بالكم دول متكررين، يبقى 5 6 7 8 9، يبقى 9 بيرز. نيجي هنا is a factor of all numbers. مين الفاكتور اوف اول نمبرز؟ ال 1، لان 1 تايمز اي حاجه يديني اي نمبر. هنا is a factor of 9، مين اللي فاكتور اوف 9؟ ال 3، لان 3 تايمز 3 ايكوال 9. طيب ايه فاكتور اوف 20؟ ال 5 ولا ال 8 ولا ال 40؟ لا ال 5. امال ال 40 دي ايه؟ دي مالتيبل لل 20. لو كررنا ال 20 نوصل لل 40. نيجي نشوف مسائل السينك. بيقول لي رايت ذا تو 1 ديجيت نمبرز ويتش هاف 3 فاكتورز. ازاي 3 فاكتورز؟ خدوا بالكم، هو اولا اي 1 ديجيت ليه 2 فاكتور، زي مين كده؟ زي ال 2. فين ال 2 فاكتورز بتوعه؟ 1 تايمز ايه؟ تايمز 2. طب هو بيقول لي 3 فاكتورز، ازاي يبقوا 3؟ معنى كده ان في واحد متكرر، ما هم يبقوا 2 يا اما 4. طالما بقوا 3 يبقى في واحد متكرر. مين هو اللي ممكن يتكرر معايا؟ ال 4. ال 4 ممكن يجيب معايا 1 تايمز 4 و 2 تايمز 2. يبقى لما نيجي نعد الفاكتورز بتوعه 1 2 اند 3، يبقى انا عندي ال 4 واحد. مين كمان؟ ال 9. ال 9 بيجي معايا 1 تايمز 9 و 3 تايمز ايه؟ 3. طبعا حلو. النمبرز ويتش هاف 1 فاكتور، مين النمبرز اللي ليها فاكتور واحد بس؟ فاكتور واحد بس، دي غريبه قوي دي، اللي هو ما فيش غير حاجه واحده بس اللي هو ال 1، عشان بيكوال 1 تايمز ايه؟ 1. يبقى لما نيجي نعد الفاكتورز ما نقولش 2، لا هم 1. يبقى انا عندي النمبرز ما فيش غير واحد بس اللي هو ال 1. طيب السمولست نمبر ويتش هاز 3 فاكتورز. طب احنا عندنا ال 4 وال 9 لسه مطلعينهم من شويه، يبقى السمولست يبقى مين؟ يبقى ال 4. نيجي اللي بعد كده السمولست 2 ديجيت نمبر ويتش هاز 2 فاكتورز. مين السمولست 2 ديجيت نمبر؟ ال 10. ال 10 ليه 2 فاكتور؟ لا ده ليه كتير، ليه 1 و10 و2 و5 ليه 4. هما مين اللي بعده؟ ال 11 ليه كام فاكتورز؟ ال 11 عندي ايكوال 1 تايمز 11 بس. يبقى هو ده اللي احنا بندور عليه. يبقى ال smallest 2 digit number which has 2 factors is الايه؟ ال 11. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا lesson الفاكتورز. lesson مهم جدا زي ما انتم شايفين، معتمد قوي على التيبلز. اللي حافظ فيكم التيبلز هيلاقي الدرس سهل، اللي هو شغال لقى الدرس صعب يعرف ان هو مش حافظ التيبل ولازم يحفظها صم. بعد كده الدروس هتبقى صعبة. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.